مشاهدي قناة الموصلة الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألف عافية. بما أنه إحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك، فلا تحلو المائدة الموصلية وخاصة في شهر رمضان الفضيل وفي ليلة العيد على طبق الكليتشة، طبق الذي يحبه أي الموصليين، وكذلك أنه هذا الطبق طبق محبب لدى الأسرة الموصلية. حتى نتعرف أكثر على هذا الطبق وكيفية تقديمه وتحضيره تابعونا. أهلا وسهلا مشاهدي قناة الموصلة الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألف عافية. بما أنه إحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك، فلا تحلو المائدة الموصلية وخاصة في شهر رمضان الفضيل وفي ليلة العيد على طبق الكليتشة، طبق الذي يحبه أي الموصليين، وكذلك أنه هذا الطبق طبق محبب لدى الأسرة الموصلية. حتى نتعرف أكثر على هذا الطبق وكيفية تقديمه وتحضيره تابعونا. أهلا وسهلا بك شيف. أهلا وسهلا بكم شيف أحمد. شو راح يكون طبقنا اليوم؟ اليوم راح نقدم الكليتشة. نعم. اللي هي كل عائلة موصلية طبعا تقدمها أو تحضرها قبل العيد، وكو عوائل تحضرها حتى بالأيام العادية، ولكن بشكل محبب عندنا وعادة عراقية قديمة أنه قبل ما يجي العيد بأسبوع 10 أيام 5 أيام يحضرون الكليتشة أول يوم العيد يطيقون بيها. نعم. يعني دائما يحبذ أنه بعيد الأعياد عيد الفطر عيد الأضحى لازم يكون الكليتشة يعني من أساسيات العائلة الموصلية والعراقية أيضا. طيب هل لها تاريخ؟ الكليتشة قديمة جدا طبعا. نعم. الأصل الأساسي لها يعني مثل ما أقول أساس الكلمة يعود اللغة الفارسية، ولكن الكليتشة هي بالأصل عراقية يعني. نعم. كانت تطلق الكليتشة على قطع صغيرة من الأشياء، نقول الخبز بالزبد هاك الشيء بلاد فارس سابقا. نعم. العراقيين اشتغلوا الكليتشة على قاموا يحشوها وطوروها وبقت باسم العراقيين الكليتشة. نعم. يعني الكليتشة من المطبخ العراقي. أيضاً. عراقي. تختلف طريقة تحضيره من منطقة إلى أخرى أيضاً؟ كثير ناس تختلف عند تحضير الكليتشة. نعم. من منطقة إلى منطقة وحتى بيت إلى بيت. أكو من يستخدم الدهن، أكو يستخدم الزبد، أكو يستخدم دهن الحر، أكو يستخدم الزيت من ناحية العجن، أكو من يضيف له بيض، أكو من ما يضيف له، أكو يضيف له بيكنج باودر، أكو لا، يعني كل عائلة أو كل بيت من بيوتنا عنده طريقته الخاصة حتى يحضر الكليتشة. نعم. بدول أخرى ما بالعراق مثل ما أقول يقدمون المعمول بدل الكليتشة. يعني بالضبط. نعم. المعمول هذا يقدمونه بالأهم، كذلك يحضرونه العيد ويقدمونه. فاليوم أنا راح أشتغل الكليتشة بالعجينة العراقية اللي نعرفها إحنا متعودين عليها بطريقتنا. نعم. وبحشواتنا العراقية، ولكن الشكل الخارجي راح أخلينه يكون مقارب الشكل المعمول. فهوني راح يكون عندنا الشكل مع المعمول بعجينة الكليتشة وحشوة الكليتشة حتى يكون ميكس حلو بين هاي الوصفتين. نعم شيف أحمد، الكليتشة متوفرة يعني بالمطاعم أو يعني بالتحليل تقدم أم بالأسواق؟ الكليتشة هسه أكثر شيء متوفرة عندنا مثل ما أقول بالماركتات اللي موجودة عندنا بالآونة الأخيرة بمدينة الموصل. نعم. انتشرت فموجودي اكو بالتمر واكو بالجوز واكو مثل ما نسميه احنا المدوغايات واكو مشكل داخل المولات، وكذلك موجودي بمعامل الاغذيه، اكو معامل اغذيه تجهز المنازل والمطاعم والماركتات حتى بالكبه والبرجر وهاي الامورات، ومن ضمن تجهيزاتهم الكليتشه يجهزوها طبعا. نعم شيف احنا راح نتعرف اكثر على هذا الطبق بس ننتقل الى المطبخ. ماشي. شيف شنو هي مقادير الكليتشة؟ أول شيء راح نذوب الزبد. نعم. عندي هوني كيلو طحين. نعم. راح استخدم له قالبين زبد. نعم. تمام. يعني كل كيلو زبد. قالبين زبد يعني 400 غرام. نعم. وأكو ناس تستخدم كيلو وبنص حسب الرغبة. نعم. تمام. راح أجي أضيف رشة ملح بسيطة جدا. نعم. فقط الشكل يعني.
راح اضيف معلقه شكر حتى الخميره تشتغل عندي. نعم. كذلك راح اضيف معلقه حليب حسب الرغبه طبعا. انا بالنسبه لي اوشي انه الحليب ضروري يعني، إضافة إلى أنه طعم الزبد مع طعم الحليب راح يتجانس بشكل جيد. نعم. بالنسبة للخميرة، كمية الخميرة مع الكيلة، وإذا كنت مستعجلين على شغلة خلوا معلقة كاملة، وإذا ما مستعجلين خلوا أقل. راح أجي أضيف الهيل مع العجين، راح أضيف كمية. كمية الهيل إيش قد تقريبا؟ راح أضيف تقريبا معلقة مال كوب أو نص معلقة طعم. الهيل ضروري إضافته بالكليتشن. ليش يعتبر ايضا يعني مكون اساسي ايضا؟ الهيل اساسي مع الكليتشه، مثل ما نقول هي نكهتها الكليتشه متجانسه مع الهيل، او عرفناها. نعم. احنا عرفنا الكليتشه من الهيل. او اكو اضافات يعني اطعام للكليتشة. اكو من يضيفون للامانه اهلنا بالجنوب يضيفون ماده عد العطر موجود يسموها حوائج كليتشه. شنو هي يعني؟ عبارة عن بهارات ونكهة كراميل شوية حليب، هاك الشغلات يعني كاملة يسموها حوائج. أيضا تنطي طعم نكهة خاصة مثل ما الهيل ينطي نكهة خاصة. نعم. هسه راح ابدي اضيف الزبد مالتي. نقدر نستعين بالدهن بدل الزبد؟ ممكن. نعم. بس الزبد مع الحلويات يكون طعمه افضل. نعم. وانا ارجحه اكثر من طيب الزبد اللي اكون نباتي واكل حيواني. حيواني طبعا يفضل النباتي. النباتي نعم ينطيني طعم. راح ابدي اخلط الزبد. ليش احنا عدا الايام العيد يعني تعتبر من عادات التقاليد العراقيه تفضل دائما بالايام العاديه باي وقت؟ اعتقد العصريه. نعم. خاصه فصل الصيف العصريه. نعم. تكون مطروقه جدا. قلت تاريخه قديم جدا جدا جدا. نعم. هسه راح ابدا بهاي الطريقه. بالنسبه لطريقه التحضير، اذا طريقه الطهو سابقا ماكو افران غازيه او كهربائيه؟ كان عندهم شو اسمه عن طريق الفحم. نعم. او التنانير مع الطين القديمه. نعم. يشوون عن خلال الكليتشة. او الافران يعني لحد الان هذا الشيء هسه حاليا الافران. نعم. احنا بالمناطق الشعبيه القديمه. نعم. الافران دائما الأفران صح هو موجود الفرن بالبيت، ولكن بما اعتبار انه يعني طقس من طقوس العيد. نعم. هسه بدت تتماسك عندي بعد انا ما ضفته. راح تضيف الماء ايضا اكيد. ايش قد بالنسبة تقريبا؟ راح نضيف تقريبا هذا النص لتر يعتبر، راح نضيف اكثر من نص ونشوف. نعم. نضيف الماي. نص؟ بعد. هسه راح ابدا احرك الخلطة من جديد. تقريبا هسه متساوية ومثالية. بدأت العجينات تتماسك عندي بسرعة. نعم. الزبدة تنطيها لين، وهي وجود الحليب أيضا. الحليب أكو من يحب يكون حتى البيض داخل العجينة. يضيف البيض داخل العجينة. نعم. ماكو مشكلة، بس أنا راح أستخدم البيض بالوجه تعرفين. نعم. أكيد فما ضفتهم داخل العجينة. نعم. طيب أنتظرها لحد ما تختمر لو هي والله يفضل أنه أنتظرها أنه تختمر. أول شيء راح تمد عندي شوية. أكو من يحب يكون مثلا يشتغله مباشرة يكمل تتعرف احنا اشرح قوالب. هسه احنا ايش راح نعمل؟ نكمل العجين وايش راح نعمل بعده؟ نبدا نحضر. نعم. الجوز، السمسم. نعم. التمر، نحضر كل شيء حتى ايش يظل عندنا؟ يظل عندنا بس شغله العجين كنختمر نبدا مباشره بالتجهيز. نعم. ايش قد الكيلو يحتاج كميه التمر؟ كيلو العجين تقريبا ياخذ له نص كيلو تمر، بس احنا راح نستخدم مثل ما نقول كل الاشياء حتى الناس يعني مثل ما نقول تغشع كل الاشكال وكل الاطعام، يعني ما ممكن اشتغل بس تمر او بس مدوغايات او بس جوز هند او بس جوز. طبعا بالنسبه للحشي اكو ناس تضيف حشوات ما كل الكل يضيفها. لا. يعني فستق لبيد او الفستق الحلبي، واكو ناس تضيف الحلقوم. نعم.
الكاكاو يعني حسب الإضافة. نعم بس الأساسيات التمر والجوز والتمر، حتى السمسم ما مطروق بشكل واسع مثل باقي الأمور. أضيف شوية ماء بس الأكثر شيء التمر والجوز يعني من أساسيات الأكلة دائما، وتحبذ أن تكون كمية أكثر به. القوالب حسب ربة المنزل شو تحب تكون. القوالب اكو احنا عوائلنا دائما تستخدم، امهاتنا وفاتنا يستخدمون يعني الشغل بالايد. نعم يعني سابقا والدتي الله يرحمها بالبيت تستخدم بس اليد، ما عندها اي قالب مباشره. حاليا تقدر تسوي اشكال بدون حاليا قوالب. بالوقت الحالي بالبيت هم كذلك زوجتي ما تستخدم قالب. بما انه موجود مواقع التواصل حتى الاشكال نقدر نسويها سهلة جدا. بس لا. أنا اليوم قلت لك أستخدم قوالب تكون شكل الكليتشة قريب من شكل المعمول. نعم. حتى أمزج بين الأكلتين. نعم. هسه راح أبدأ. عجنك. المعمول مو بالطحين، بالسميد. السميد. نعم. المرغوب أكثر الكليتشة أمس. لا الكليتشة. المعمول. كليتشة. نعم. ولكن بالدول الأخرى. يعني ماكو عائلة موصلية. ما أعتقد. العيد استعملها معمول. إذا ما سويت كليتشة. معظم عوائلنا العراقية والموصلية دائما الكليتشة أساسيات العيد. نعم. وأكو ناس تجتمع يعني عوائل تجتمع أكثر من عائلة حتى يشتغلون كل وجبة كليتشة ببعض، مع البيت فلان مع البيت فلان بهاي الصورة. أو الجيران يجتمعون. أو الجيران يعني. صح. هاي سابقاً بس هسه سابقاً إحنا بدت تندثر هاي العادات مع الأسف، يعني ما موجودة هذه العادات. راح أتركها حتى تهدى أو تخمر بصفحة وأبدأ أحضر باقي المواد مالتي. هسه راح نبدي نضيف السمسم. لازم يتحمص. يتحمص شوية. نضيف له شكر لو ما يحتاج من. شوية يتحمص وأضيف له الشكر. ما راح نفضل هاي الطريقة. نعم. طبعاً ضيف له. رشة بسيطة من الهيل يعطينا شوية رائحة طعم. نعم الهيل نستخدم أكثر شيء مع التمر. مع التمر. نعم. احنا راح أخلي الهيل حتى مع الجوز مع نضيف له شكر، كذلك مع التمر ومع السمسم. يعني هو نكهة الهيل مع الكليتشة مرغوبة جدا. نعم لازم يتحمص بالكامل لو انه بس تحميص عادي. اذا كنت راح استخدمه كحشو احمص بشكل كامل. نعم. واذا كنت راح استخدمه كوجه فاوكي، بس مجرد شويه بدا يتحمص. بس احنا شو راح نستخدمه؟ راح نستخدمه كحشو. حشو لازم يكون تحميص كامل. نعم. نشوف بدا هو يبدا اللون مالته يتغير. يكون ذهبي لو يكون شويه. لا ذهبي راح احتاجه. نعم. أنا بعد ذلك شنو احضر؟ هسه راح نخلص السمسم. الجوز النرجيله راح يكون سهل عندي الشكر. نعم. الجوز راح اثومه واضيف له الهيل والشكر. نعم. وبعدين راح ابدا بالتمر اخلي له زيت. الهيل اخذ قصدي الجوز اخذه انه مثل ما هو بهذا الشكل. صحيح. ولا اطحنه يعني بالكامل؟ لا احنا نطحنه بشكل كامل حتى الشكل احنا نتحكم بينه. نعم. اذا خلينا القطع حب بهذه الطريقه اكو من يحب يكون اي تمام. نعم. بس الشكل هو يحكمنا. نعم. دائما الجوز يكون بشكل القذل. اي بشغلنا يعني بالموصل او بالجنوب او بكل العراق. بس اليوم انا قلت لك راح استخدم الطريقه اللي هي اعمل ميكس بين الكليتشه. نعم. وبين مثل ما نقول المعمول. نعم. حتى تكون شوي اكو تغيير، يعني احنا ما لازم نظل ثابتين. نعم. شوف احنا نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. تمام. مشاهدينا الاعزاء فاصل وراجعكم. مشاهدينا الاعزاء رجعناكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل ويا شيف احمد وطبقنا، لان احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك فالكليتشه طبعا لازم تكون اساسي. هسه تقريبا السمسم بدا يتغير لونه. نعم. عندنا المخرج مالتنا خليه يشوف هاي الشكل، بس شويه بعد احتاج لان راح احشينه. نعم. طبعا يعني اذا راد تربه المنزل يكون بهذا الشكل ماكو اشكال، وراح يكون بالحشو ايضا عادي. ناخذ الى الجنب
بعد ذلك راح اضيف الشكر. اي نعم. بعد ما اسحبه من الطاوله لازم يبرد وارجع اقدر استعمله بالداخل القالب. تمام. اذا استعملناه حار في العجينه طبعا راح تتهشم عندي. نعم. والشكل ايضا راح يخرب بشكل قالب. نعم. راح اضيف ربع قالب زبد او 50 غرام واتركه يذوب. شنو راح اضيف داخل المقلاه؟ التمر. التمر لازم اوجد الزبده فينا حتى يكون سهل عندي بالفتح. نعم. احنا دائما متعودين قلنا بالموصل انه يفجون العجينه يخلون فوقات التمر يلفوها ويقطعوها. نعم. يقدموها بهاي الصيغه. تمام. راح اضيف الشكر طبعا اذا تحبون يكون حلو ممكن تضيفون كميه كبيره اذا تحبين. نعم. لا حسب الرغبه. هاي اكتفينا احنا بس هاي كميه مثاليه كافي جدا. نعم. هسه رجعنا عندي تقريبا بشكل كامل وانتهينا من عنده. نعم. واحد يعتمه بكل سهولة. إذا تحبون أنتم بيتكم تفلسونه من النوى أو العجو براحتكم، وإذا تحبون تشتغلونه بهاي الطريقة بكيفكم. إيش قد أخذ؟ نص إذا كان عندنا كيلو طحين. إيه نص تمر، بس إحنا هسه راح نستخدم قطوركي أكثر من شكل. نعم. لازم يكون مع الزبدة، لازم أذوبه. أذوبه حتى يكون عندي وظيفة الهيل شكل يعني. هسه تقريبا على المقلاة تقريبا شوية تقريبا شغل دقائق وأبدأ أقلبه. نعم. منه وشع الزيت ينسحب منه. بس مو كمية الدهن أكثر من التمر؟ لا لازم التمر داخل. التمر يكون اكثر من الدهن. نعم. وما نخلينه على النار فتره طويله جدا بعدين يبس عندي. نعم. انا بس مجرد انه اتذكر يعني هسه هاي القطعه تبدا تكون لينه عندي خلاص اكتفيت بهذا. نعم. القدر يعني شوي تكون تبين الشاشه او هذا نتحكم مع بشكل التمر. نعم. هسه نجي على الجوز نرجيله. جوز النرجيلة ما تحتاج انه على نار او فد شيء، كل شيء مجرد اضيف لها السكر الشكر. احنا ما اضيف كثير، انا كمية. ما احب تكون عندي يعني الحلا يبرز، اللي يحب يكون اكثر اللي يحب حسب الرغبه. ولكن هي الكليتشه ما انه حلويات. نعم. هي من انواع المعجنات او وصفات مثل ما اقول وصفه من العادات مالتنا. نعم. هوني راح اجي هسه عندي عندنا الجوز النرجيلة والسمسم. هسه طلع عندنا الجوز. نعم. راح ندي نقطع الجوز مالتنا الحجم حسب الرغبه. اكو طبعا ببيوتنا يستخدمون الهاون القديم. هو انا اتذكر انه الهاون حتى من اساسيات انه نشوفه موجود من الادوات من الاجزاء. نعم. اساس الطقوس مالتنا كان. نعم. بس هسه الهاون اختلف ايضا. هسه اكو البلاستيك هذا العادي. بلاستيك واكو الميلامين واكو زجاج. لا القديم كان هم ثقيل و صح. طبعا اصبح حاليا اصبحنا نوشعه بس بمكانات اللي بيها تحف او هاي الاشياء. نعم. بالوقت السابق القديم جدا حتى كانوا يستخدمونه باللحم. نعم. ما كان اكو مثرامه، كانوا يحلجون اللحم بينه او يدقون اللحم بينه. هي بدل الاستعمال يتلاشى طبعا بالهاون مثل ما تحدثت، لان اول شيء هو ثقيل. وهسه مثل ما قلت لك اكو البلاستيك اكو كثير اكو ادوات يعني حاليا تغير الوضع. نعم. بس احنا قلنا هسه هي الكليتشه ظلت من طقوسنا ثابته يعني. نعم. بس العادات القديمه اللي هي لمه العوائل ولمه الاصدقاء والاقارب الجواري مثل ما قلتي يعني هاي كانت من اساسيات حياتنا. ننتظر العيد اختلفت. ننتظر هاي الاوقات حتى نجمع بيها. بس الوضع اختلف. لازم ناعم كثير لو يكون بهذا الشكل. لازم يكون بهذا الشكل حتى متوسط يحس اللي ياكل القطعه انه جوز. تمام. راح اضيف رشه بسيطه. اي رشه بسيطه وراح اضيف الشكر. طيب نقدر نخلي ايضا الهيل داخل الجوز الهند؟ ماكو اي مشكله بالموضوع. حتى
حتى يكون بس مبر. انا الجوز الهند ما اضيف له الهيل لان احب لونه يكون ابيض يعني لما اكسر القطعه. هسه تقريبا معظم الاشياء اللي عندنا صارت كامله. تقريبا اكتملت عندنا تقريبا اشياءنا بدت تكتمل السمسم. تقريبا كل شيء اكتمل عندنا. راح ابدا عندنا هذا الدهن احنا طبعا ما راح ناخذه. لا لا هسه احنا بس راح نخلط التمر. هذا الدهن ما راح يكون موجود نهائيا. نعم. بس الوقت ما يسمح لنا انه ننتظر ويبغد او كذا، فراح اشتغله قدام المشاهدين شويه. يعني مهم جدا هذا الدهن يتداخل ويا التمر. طبعا راح يكون عندي عجينه كامله. نعم. ربة المنزل هي طبعا الشيء اللي يعيقه بالكليتش هو التمر، تعرف يعني اكو من يحب صح. التمر كثره بنوى وعما لازم يستخلصونه صح، وهاي الطريقه مثل ما اقول يطبخونه. نعم. شويه بعد هيل. طبعا التمر اشقد هيل مالته ظاهر يكون طعمه اطيب. واكو ناس تخلط حتى سمسم او جوز مع التمر. نعم. شوف بدا يتداخل الزبده مع التمر. اقدر اعجنها بايدي بس انت بس الحراره شويه تكف خلص، هي باليد تكون اسهل وافضل. نعم. هم راح اخليها بوعاء. طبعا لا ما مشكله اذا خليته باي حولته باي ما مشكله عندي، بس اهم شيء اشتي انه راح اجيب العجينه مالتي بعد ما كملت ان شاء الله. نعم. وابدا اشتغل ماده ماده حتى المشاهدين يشاهدوا معنا. نعم. احنا رتبنا المطبخ حتى نقدر نشتغل تركناها ترتاح شوي العجينه مالتنا. لا ننسى القوالب ايضا. هسه صارت العجينه عندي طبعا مشاهدين يشاهدوا مثاليه. نقدر مثاليه جدا استعمال. اشقد راح تعجنون العجينه راح تكون امتن عندكم واقوى. نعم. هسه راح نبدا ايش نعمل؟ نقطعها طبعا تعرفون هاي الشغله ونبدا نشتغل. راح نجي على القوالب اللي عندنا. هاي الاشكال او القوالب راح نستخدمها معانا بالشغل اليوم، اللي هي قوالب المعمول. هاي الاشكال راح نبدي هسه. يعني كل شكل راح يفرق لنا نوع عن الاخر. هسه راح ابدي اقطع القطع مالتي هاي الطريقه. طبعا اعتقد كل ربة منزل تعرف هذا الشيء. نعم. اكو من يحب العجينه كامله ويقطعها بالكوب. ماكو مشكله. هاي اهم طريقه، هم سهله جدا. تعرف تحي وشوبك كذا، فاحنا دائما نختار الخيارات الاسهل ربة المنزل. نعم. لازم تكون بهذا الشكل دوائر. اكو من يقطع بهاي الطريقه. اخذ كميه من العجين يقلبها. هاي الصوره. حتى تكون عنده كروية. هاي الطريقة. يعني ممكن تكون أسهل وأسرع. نعم. هاي الأشياء كلها حسب رغبة ربة المنزل. ربة المنزل هي راح تتحكم بهاي الشيء. طبعا تكون بهاي الطريقة أو مثل ما قلت لك طريقة ماكو أي مشكلة. حسب الرغبة. نعم. طيب احنا بالموصل من طقوسنا هي الكليتشة، باقي المحافظات ايضا هم من طقوس لازم تكون الكليتشة. الكليتشة موجودة بالعيد. بالعيد؟ صح. نعم. اكثر نوع محبب؟ التمر. التمر. والجوز محبب
ولكن انا امشي يعني على الناس كليش التمر مع الشاي يعني محببه جدا عندهم. الجوز يعني اكثر شيء يمكن الرجال يعجبكم هذا الشيء ما صح. اما التمر لا الاطفال محبب الأطفال لازم يكون يعني يشوف التمر اكثر صح. اما السمسم وجوز الهند فيكون نسبه قليله جدا صح. اذا كان عندنا الحجيه داخل البيت الوالده جده تحب المدوريات يعني هاي دائما النساء الكبار بالعمر يحبون المدوريات صح. كان ايضا تحضير الكليتش حتى على مو بس الافران يعني داخل المنزل ايضا الصوبات اللي تذكر موجود موجود على الصوبات صح وموجود قديما قديما موجود حتى بتنوغ الطين يعني نعم. تنوغ الطين طبعا طعمه يكون مختلف واطيب صح شويه متعبه بس ولكن اختلفت الازمان وتطورت عندنا الادوات الموجوده يعني اصبحت اكيد تطورت الكهربائي وكل طباخ بالمنزل نعم. اصبح بينه فوق وكم من يحب انت مثل ما تحدثت انه داخل الافران صح انه لازم المناطق الشعبيه نعم. لا زالت حتى يومنا هذا تفضل انه تشوي الكليتشه داخل الفرن نعم يعني الشعبيه او الفرن الحجري نعم. اكثر مما تشويه داخل المنزل نعم. يعني قبل العيد بفتره يجي نلاحظ احنا 10 ايام تقريبا بالمناطق القديمه حتى لا يصير زخم يتحضر فيبدون يشتغلون بوقت من بعد صلاه التراويح الى السحور يشتغلون كليتشه مع العيد وخلاص. نعم. شوف احنا نكمل حديثنا. تمام. نكمل طبعا تحضيرنا للكليتشة بعد ما ناخذ فاصل. مشاهدينا الاعزاء فاصل ورجع لكم. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل رجعنا نكمل ويا شيف احمد وطبقنا الحلويات اليوم هو الكليتشة طبعا. كملنا التقطيع بعدين شنو راح نبدي اول شيء راح نبدا بالحشي مالتنا شويه تمر بس عندنا حاق فراح نبدا بغير اشياء وبعدين نرجع على التمر دائما يحبذ انه ربه المنزل تبدي بايشنو بالتمر لو بالجوز بالجوز دائما ربات المنزل خاصه عندنا بالموصل يبدون بالجوز يخلصون منه يشونه يخلونه بصفحه بعدين يخلص بسرعه يعني الجوز دائما وحده يكون على حده صح بس اكو من يحب انه ما يكون مثلا اشكال فهاي من يجي واحد يريد ياكل فما يعرف ايش يطلع له ايه احنا راح نفرق الاشكال حتى تبين عند ربة المنزل وعند الانسان اللي راح يبدا ياكل نعم اخترنا عده اشكال راح نبدا بيها هسه نعم اخذ القطعه هاي الاشكال بهاي الطريقه شنو راح تبدي بالجوز؟ قلنا بالجوز راح نبدا اي شكل تختار راح اقفل العجينه مالتي بشكل نعم. كامل انتهى الموضوع هسه ممكن تحطون العجينه بالقالب اذا تحبون تحطون نعم. الحشوه وتقفلوها هم هاي الاشياء كلها حسب الرغبه راح ناخذ هذا الشكل تبقى على ربة المنزل هذا الشكل ناخذه بهذه الطريقة هسه كملنا الشكل تقريبا هذا الشكل راح تطلع عندنا راح يكون شكله جميل جدا نعم راح نبدا بهذا الشكل نشتغل معظم القطع اللي عندنا نقدر نشتغل هذا الشكل نبدي بشكل جوز واللي نعم. بعده نغير وهاي الى ان ننتهي منه ان شاء الله تعالى تجلس انه الجوز بالبدايه شويه معظم الناس يعني تشتغل الجوز بالبدايه راح اقفلها تحب الكليتشه انها تكون حاره واحد ياكلها مع الشاي تكون هي احنا بصوره عامه بالعيد ما راح تكون حاره عندنا بس نعم. معظم الناس اثناء ما تحضر الكليتشه نعم بنفس الوقت محضره ال نعم ابدي احاول دائما استخرج الشكل مالتي بصوره صحيحه بهاي الطريقه بهذا الشكل نعم.
يعني انا ادوسه حتى طبعه القالب الشكل يطلع عندي نظامي. نعم. طيب عد من نخليها داخل الفرن الشكل يبقى مثل ما هو لو طبعا. نعم. نشوفه ايضا بدت انه تختمر العجينه بدت تختمر وترتاح. نعم. اكيد اذا صارت كعجين زيت قصينه وترجعي تستخدمينه بويا قطعه او بويا شكل ماكو اي مشكله بالموضوع. نعم. انت عملت بهذا الشكل بس دائما الجوز يحبونه بشكل قتلي قتلي. حتى الشكل يختلف. احنا قلنا دائما احنا نحاول نضيف اشياء ما موجوده عند ربة. نعم. المنزل. هسه راح نبدي نشكل قطعه من العجين بهذه الطريقه. التمر راح تكون بشكل اخر طبعا. راح ناخذ شكل اخر قطعه من التمر طبعا بعد ما ضفنا له الزبد والنار صار هش جدا. راح اخليه بهذه الطريقه. اقفل العجينه مالتي راح اقفلها بهذا الشكل اخليها بالقالب اللي عندي راح ابدا ادوس الاطراف. شكلها كلش حلو يعني راح تكون وردايه. الشكل راح تكون هذا راح يكون التمر شكل ما التمر. هسه راح ناخذ شكل اخر السمسم او جوز النرجيله. راح ناخذ السمسم ناخذ شكل اخر يعني طبعا اشكال اللي بقت عندنا. راح اقفل العجينه مالتي. نعم يعني الاشكال دائما هي اللي تميز لنا حتى نعرف النوع نعرفه. نعم. من خلال الشكل. هاي القطعة لازم اصغرها لان القالب عندي صغير. استخلص اكبر كم ممكن من العجين هاي الطريقة. نعم يعني اذا عندنا زيدي نقص من عنده. نعم. ماكو اي مشكلة بالموضوع راح يطلع عندنا الشكل نظامي. يكون عندنا بهذا الشكل. راح نقلله بعد اكثر حتى يكون شكله اجمل. نصغر القطعه مالتنا بعد. هسه راح ناخذ الشكل الثالث اللي هو الجوز نرجيله. تقريبا هذا الشكل مشابه لهذا الشكل شويه الاختلاف تقريبا. نعم. راح احاول اقلل القطعه مالتي حتى تطلع عندي نظامي. نعم. اكثر يفضل القوالب هاي الخشبيه والبلاستيك دائما الناس يعني ايش نقول مو وقت لوقت تتغير. هسه هذا الشكل الاخير اللي ساعدنا راح يكون عندنا هسه الجوز والسمسم. وهذه راح ناخذ بس قطعتين ثلاثه اربعه راح نستخدمها هذه القطع بالشكل التالي. سوقف. نكوره وقف لما كان بس مدوغايات نعملها ونقسمها يعني امل مدوغايات. هاي الطريقه بس دو سهل ونصفط وحدي فوق الاخر. مدوغايات احنا قلنا جداتنا ومهاتنا من الاساسيات عندنا. راح نخليها بهاي الطريقه خاصه مع الشاي يعني كلش طيبه هاي الطريقه. حتى بايام العاديه تلاقي المدوغايات موجوده داخل المنزل. اي موجوده عندنا دائما مع الشاي مو الا بوقت العصر ايضا بالفطور الصباحي هم موجود. الفطور الصباحي هم موجود طبعا. هاي الطريقه قديمه ايضا. راح اجي اخذ القطع مالتي بهذا الشكل. كملنا. نعم. خلصنا القطع مالتنا دهناها بالبيض كالمعتاد. نعم. ممكن انه اضيف رشه من القهوه فوق البيض حتى اتخلص من اي زنخ موجود. نعم. هسه راح ناخذها للفرن ونرجع لكم بعد الشوان ان شاء الله. هسه
كملنا الشوي. طبعا بيني اختمرت كثير. احنا كل الوقت اللي خلينا له يعني خلينا نقول نص ساعه. نعم. بس هي الكتير هسه حالاتها شلي طبعا راح تكون هشه ومقرمشه من الخارج، هشه جدا مقرمشه من الخارج، وهاي الناس يعني دوا عليها بشكل كبير، يعني كثير ناس تقول لك ربة منزل امتوها بس ما صارت هشه. نعم. صارت ثقيله كذا، القطعه خفيفه جدا، هشي من الداخل ومقرمشة من الخارج. يعني تمام. أتمنى يعني تكون نالت إعجاب المشاهدين. هاي طبعاً الشكل جدا جميل والعجينة بعد أحسن، ونشوف مثل ما قلت الهشاشة هي ربة المنزل دائما. دائما تبحث عنها بالكليتشة، وقلت لك إنه تكون محمصة من الخارج، يعني هسه محمصة كاملة وهشة جدا، يعني جدا هشة. سواء كامل 100% والطراوة موجودة، وهاي الأشياء اللي نبحث عنها بالكليتشي مالتنا ودائما نحاول نوصلها. شكرا لك شيف طبعا على هذا التقديم وهذا الطبق اللي محبذ لدى أهل مدينة الموصل والعراق، العراق عامة، خاصة أيام العيد، وإحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى. شكرا لك شيف. نمسلم. مشاهدينا الاعزاء، مثل ما شفتم اليوم طبقنا كان طبق جميل جدا، وطبق من عادات وتقاليد العيد انه لازم تكون الكليتشة على مائدة العيد، وخاصة بالافطار او اي طيلة ايام العيد. مشاهدينا الاعزاء، اتمنى انه نال اعجابكم هذا الطبق، وعيد سعيد وكل عام وانتم بخير، والى اللقاء. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.